سلاح القوة وحده هو السائد هنا في محافظة الحديدة المسالمة. هذا معسكر الدفاع الساحلي، جنود منحوا بتوجيهات وزارة الدفاع أرض مجاورة للمعسكر لتكون لهم سكن ومأوى، لكن السلطة المحلية وميليشيات الحوثي قررت اقتحام المعسكر ليجبر هذا القائد على الحديث لوسائل الإعلام تحت ضغوط مسلح الحوثي. سقط جندي وثمانية جرحى. يقول جنود الدفاع الساحلي أن الحوثيين اقتحموا بقوة السلاح معسكرهم ونهبوا أسلحة المعسكر، وهو ما نفاه الحوثيون، لكنهم اكتفوا بالرد على الجنود بالصرخة داخل المعسكر. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. الهدم معزز بمنطق القوة، هذه المرة يستهدف منشأة رياضية قريبة من مطار الحديدة تتعرض للهدم، فيما تبقى مراكز النفوذ باسطة على حرم المطار ولا تحرك السلطة المحلية والحوثيين ساكنة. نادي الهلال هذه أول منشأة رياضية ينعم بها مثل غيرها من الأندية التي معها منشآت، فنحن نقول مثل هذه التصرفات ضد طموحات الشباب، ضد طموحات الأندية الرياضية. المفروض يفترض أن يكون هناك مشجع لهؤلاء الرياضيين، مشجع لهؤلاء الشباب، مشجع للمنشآت الرياضية والاهتمام بالمنشآت الرياضية ودعم المنشآت الرياضية، وليس هدم أحلام الشباب. ميليشيات معززة بقوات الأمن بهدف الهدم والاستيلاء على المنشآت والمعسكرات والمؤسسات العامة والخاصة، قضايا تؤرق أبناء تهامة الراسفون تحت أغلال الحكام الجدد المعززون بالفوضى والنهب والفيد والبنادق. عبد الحفيظ الحطامي،